أعتقد أن الزيارة هي التي تأتي 3 أيام بعد القصف الصاروخي المريب والضخم على إسرائيل. القصف غير الكثير من المعادلات وخلق نوع من توازن القوى وتوازن الرعب، وهذا كلام الكثير من المراقبين الإقليميين والعالميين في هذا المجال. يعني إيران أظهرت نوعا كبيرا من القدرة في هذا المجال، وبالطبع إسرائيل لم تستطع ولم تتجرأ التهديد، يعني تفعيل تهديدها بضرب طائرة إيرانية تحمل دبلوماسي وهو وزير الخارجية الإيراني. وعموما التهديدات الإسرائيلية تجاه إيران غالبيتها تهديدات فارغة. وكانت أيضا مسؤول إيراني أيضا تم استهدافه آنذاك بطائرات لم تعرف إلى حد الآن. طيب، بطبيعة الحال ملفات يعني مهمة، زيارة أراقتشي وأيضا أول خطبة للسيد خامنئي بعد 5 سنوات وظهوره أيضا ببندقية بجانبه، كان أيضا يعني على خطط إيران. ما هي خطط إيران التي تزامنت مع زيارة أراقتشي وأيضا مع خطبة خامنئي بعد 5 سنوات؟ إيران أعلنتها بعد الهجوم الصاروخي يوم الثلاثاء، ليلة الثلاثاء، على إسرائيل، وأعلنها مرارا المسؤولين في إيران واليوم على لسان السيد الخامنئي. إيران لن تبدأ بتهديد أي دولة وحتى بالمباشرة لي، يعني ضرب إسرائيل، ولكن ضربات إيران على إسرائيل والتهديدات الإيرانية المستمرة منذ 3 أيام لكيان العدو الإسرائيلي هي نتيجة في الحقيقة الاستهتار الإسرائيلي، وفي الحقيقة التهديدات الإسرائيلية بالرد على الرد الإيراني. في الحقيقة الجمهورية الإسلامية على لسان المرشد الأعلى أعلنها بصراحة: نحن إذا اقتضى الأمر سنفعل ذلك مجددا، إذا اقتضى الأمر، ولا تتماطل إيران ولا تتعجل بهذا الموضوع.